بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواني الكرام. في هذا الفيديو غادي نخدمو واحد ليكزيرسيس ديال الميكانيك دو سول ديال المور دو سوتينمون اللي بعض الاصدقاء في فيسبوك تيقولوا لي بان نشرحو اليوم. دونك كاين واحد جوج ديال ليكزيرسيس، الاول هو هذا والثاني تا هو نديرو في فيديو واحد اخر. هذا اللي كان تحط في ليكزام ديال باساج غروزوفر 2015. المهم قبل ما ندوزو ليكزيرسيس ما فيها بس ندير واحد يعني تذكير ديال شنو هما العلاقات اللي خصهم اللي نحتاج باش نبغي نحسب هاد المير دو سوتين مودي، شنو هما الحوايج اللي تحتاجها. دونك باش المير يعني باش المير يكون ستابل، باش المير يكون عندي ستابل، والحاجة خصو يكون ستابل جوج ديال الحوايج، يعني خصو يكون ستابل او غليسمون ستابل او رونفيرسوم. امتى غادي يكون ستابل او غليسمون؟ يعني سي لوفراج لي ستابل اي ستابل سي لا ريزيستون au glissement c'est la résistance au glissement yani ça te compte supérieur à la force appliquée. يعني شنو نقصد في هذا الكتاب؟ هذه يعني عندي ان مير دو سوتينمون اللي هو هذا. هذا المير دو سوتينمون راه عنده واحد البو ديالو اللي هو ها هو بي بو. عندنا واحد ان فورس اللي قلنا هي دي لا فورس ابليكي، يعني واحد ان فورس سوبيريور يعني هي خارجيه اللي مطبقه لنا على هذا المير دو سوتينمون اللي هنا نعطيوها اف. دونك قالك لوفراج اي ستابل سي لا ريزيستونس au glissement supérieur à la force appliquée. La résistance au glissement, هو واحد une force اللي هنا تتكون هنايا اللي كتسمى اللي هي force de frottement. Force de frottement. يعني l'ouvrage est constable il est quand il a de la force de frottement supérieure à à de la force head lina f lia force appliquée dans le mur. Donc gna t c'est تكون اكبر من f باش يكون le mur stable au glissement. هادي شنو كتسوي لنا؟ هادي هادي هي هاد البوا اللي عندي هنا، هي بوا فوا واحد كيما تقولوا كويفيسيون دو فروتمون اللي هو هنا. هاو دابا هنا كويفيسيون دو فروتمون هو هذا، يعني خصنا نضربو في واحد لاكويفيسيون دو فروتمون خصو يكون اكبر من هاد اف اللي هنا. علاش هاد بي تنضربو في اف؟ لان هاد تي اللي هنا عندي هادي راه ماشي هو هاد البول اللي هابط هنايا. بحال دابا اكزومبل تنشدو نفاخة، مثلا نفاخة هاي باش غتورك عليها من هنا بيديك ومن هنا بيديك، راه تخرج ليا من هنايا. ولكن هاد لا فورس انا اللي مورك عليها له من هنا ومن هنا، راه الجهد ديالها اكثر من الجهد اكثر من لا فورس اللي دايره ليا. يعني انا مطبق هنا واحد ان فورس هاكا، يعني هاد لا فورس اللي مطبقها هنا انا راه كبيره بحال دابا هنا جوج، ولكن هي بشحال تخرج ليا هنا؟ بحال هذيك لا فورس تتوزع عليا هنا، بحال هنا تخرج ليا بواحد وهنا بواحد. هذاك الشيء علاش حنا دابا هاد لا فورس هذه اللي هنا تي راه هي هاد بي لا فورس اللي هابطه كما كنقولوا حنا جوج فوا واحد الكويفيسيون اللي هو اف، تتعطيك هاد لونغ هاد لا فورس اللي غادا هوريزونتال. وباش نزيدو لا سيكوريتي ديالنا خص تكون هاد بي فوا اف اكبر من او يساوي اف فوا كا اس اللي هو واحد لا كويفيسيون دو سيكوريتي. دونك خص بي فوا اف صوم على اف تكون اكبر من او يساوي كا اس. هاد كا اس يعني اللي هي كوفيسيون دو سيكوريتي تكون محصوره ما بين 1.25 كاس
حتى الجوج، مي غالبا في الفروتمون تنخدمو بها هي 1.5، يعني خص بي اف بوا بوا لو بوا فوا لو فروتمون مقسوم على اون فورس سوبيريور ابليكي، خص تكون اكبر من او يساوي 1.5. دوك هادي هي باش كنخدمو. يعني هنا الا بغينا لا سمعتي شي سؤال فيه فيريفي لي الكليسمون، راه العلاقه اللي خصك تخدم فيها يعني لو بوا اللي هابط لك فوا كوفيسيون دو فروتمون مقسومه على لا فورس سوبيريور. ولكن هنا راه بحال دابا كانوا عندي بزاف ديال لي فورس، راه ما عنديش هنا غير بي فوا اف، راه غندير يعني لي فورس اللي كاينين كاملين اف. هنا دابا هنا في هذه الحاله هنا شنو غندير؟ غندير بي بليس اف واحد كامله غنضربها في اف مقسومه على اف، ستكون اكبر من 1.5. فهم يعني ديما تندير لا سوم ديال لي فورس ماشي غير ان فورس وحده. دونك هادي في الحاله قلنا ديال الجليسمو. بالنسبه الحاله الثانيه اللي باش نعرفوا لو مير واش ستابل دو رونفيرسمون، دونك باش نعرفوا المير ستابل او رونفيرسمون خصنا اول حاجه نحسبوا لو مومون، يعني لو مومون دو رونفيرسمون اللي هو ام ار، و لو مومون دو ستابيليتي ستابيليتي اللي هي ام اس. حنا شنو تنعرفوا على المومون؟ العزم هو لا فورس فوا لا ديستانس، يعني لا فورس فوا لا ديستانس. دابا هنا هنا عندنا هادي هادي اش، عندنا اش دونك هنا لا مومون دو رونفيرسمون راه هما لي فورس يعني لي جايين اوريزونتال، يعني اللي تيكون جايين ليا هنا هما ديال رونفيرسمون، هما ديال الدوران، يعني هما اللي غيدوروا ليا الشكل ديالي. اكزامبل انا نوريكم اكزامبل، عندي مثلا اش داك كليدريس هادي، عندي هذا هو الميل دو سوتين هو هذا، فاش نطبق عليه واحد ان فورس هاكا يعني عندي هذيك ها هو تيدور ليا، شتي ها هو كيدور تيدور ليا في واحد البوان اللي هي هادي، هاد البوان حنا تاني ندوزو ليه، يعني قلنا ها هي ان فورس اللي هي هادي تي، فاش نطبقها هنا ها هو المير شتي بحال اللي تيدور. دونك فيما نشوف لو مون دو رونفيرسمون راه هي اف فوا اش، يعني حنا ندير فوا لا ديستونس ماشي فوا اش، لان خصني نشوف هاد المسافة اللي هنا هادي غنديروها دي. دونك لو مومون دو رونفيرسمون ايغال لا فورس فوا لا ديستونس اللي دي، كيما الار دي ام. يعني فاش تبغيو نحسبو لو مومون شنو تدير؟ تدير لا فورس مضروبة في لا ديستونس، هادشي بالنسبة للمير دو سيستيم. بالنسبة للمومون دو ستابيليتي نفس الشيء، مومون دو ستابيليتي لا فورس اللي هي في هاد الحالة عندنا اللي هي مومون دو ستابيليتي هما هادو اللي هابطين هنا اللي تيكونوا هابطين، يعني التوازن ستابل يعني التبات. دابا انا فاش هذا هو الحيط يعني فاش غنورك عليه هنا مزيان راه ما غاديش ما يدور ليا لهنا ولا انا، واخا نطبق عليه واحد لقوة واحد انفورس هنايا فاش غنورك عليه هنا مزيان، غتكون واحد عندي انفورس مورك عليه مزيان راه ما غاديش تغلب عليه هادي، يعني لا ستابيليتي تتعلق بلي فورس اللي هابطين. بالنسبة للغونفيرسومون لي فورس اللي هما اوريزونتال، دونك هنا باش نزيد نبين لكم هادي هنا لي فورس اوريزونتال. بالنسبة للمومون دي ستابيليتي هما دابا هنا في هاد الحالة بي فوا لا ديستونس، يعني لا ديستونس بشحال بعيدة على هاد النقطة هادي اللي تيدير عليها الدوران، يعني هادي هي النقطة اللي عيدور عليها الشكل كيما درنا في الأول كالكليتاس دورتها هكا دارت لي على هاد النقطة هادي. دونك ديما كلشي بشحال بعيد على هاد النقطة، يعني هاد لا ديستونس اللي هي هادي هادا مثلا هنا غنعطيوها هادي بي. دونك هنا غتكون عندي بي سيغ دو ديما تنديرو في لا سونتر دو جرافيتي ديال المير، دونك فوا ديستونس اللي هي بي، يعني هنا خصنا ندير لا فورس فيرتيكال، دونك هي اللي هي عندنا لا فورس فيرتيكال عندنا بي فوا بي سيغ دو، وفي هاد الحالة نيت نزيدو عليها اف
زائد F1 سير فوا B سير 2 توا بعيد من هنا لهنا B سير 2 دونك هذا هو المومون دو ريفيرسون المومون دو ستابيليتي دونك قلنا لوفراج لوفراج اي ستابل او او شنو قلنا او غلي او ريفيرسون دوار حنا ريفيرسون خص تكون ام اس اكبر من ام اي يعني هاد لي فورس لو مومون دو ستابيليتي يعني هاد لي فورس اللي خصهم نكون هابط هاد المومون دو ستابيليتي اللي متعلق بالثبات هكا خص يكون اكبر من هذا اللي جاي هنا يعني المومون ديال الدوران يعني العزم اللي غادي يورك ليا على هادي ويخليها واقفه خص يكون اكبر من العزم اللي غيدور ليا هاد المير هذا يعني باش المير يبقى ستابل ولا كان لاكس هذيك الساعه لكن هاد المومون دو غونفيرسومون يعني ديال الدوران كبر من المومون دو ستابيليتي هذيك الساعه الحيط غادي المير غادي يدور ليا دونك باش ما يدورش هذا هو الشرط اللي خصو يتحقق باش ندير لا سيكوريتي ديالي خص تكون ام اس اكبر من ام ار فوا ك اس هاد ك اس اللي هو كوفيسيون دو سيكوريتي يعني ام اس على ام ار خص تكون اكبر من او تساوي ك اس هنا هاد ك اس تناخدوها هي 1.25 دونك هادو هما جوج حالات اللي كاين يعني الجليسمون اللي قلنا هنا شرحناه تحدلناش خصنا الشرط اللي خصو يتحقق و الغونفيرسومون ها هو تاني هو الشرط اللي خصو يتحقق دونك نحبس حد لهنا غير باش ما نطولش الفيديو بزاف ولا نكملو ماشي مشكل دونك ندوزو ليكزيرسيس ديالنا لو غاراج دي باتيمون اي سيتي او سوسول دو بار et d'autres de la rampe d'accès. On construit des murs en moellons pour retenir les terres enremblées. Le mur de soutènement en question est représenté sur la figure suivante et qui est conçu pour soutenir des terres argileuses humides. Et là, on a le mur de soutènement, les wobbles moellons, atteignent une force, les charges centrées. هادي اللي هنا ما خصهاش تكون هنا خصها تكون هنايا عندنا واحد يعني واحد النوع ديال لا تيغ اللي هو تيغ ارجيل هوميد اللي خصها تكون هنا تيغ ارجيل هوميد اللي كاين هنا عندنا هنا واحد ان سور شارج يعني اللي فوق هاد لا تيغ اللي كاين هنا وفيه لا سومير سومير لي دوني عطينا لو بوا سبيسيفيك دي تيغ ارجيل شحال كيساوي ولو بوا سبيسيفيك دو مويلون تاعو شحال كيساوي longue de taille naturelle, coefficient de sécurité en renversement, ou coefficient de sécurité au glissement, le coefficient de frottement. Faire l'inventaire de toutes les charges appliquées au mur et dessiner le schéma du mur en représentant les charges calculées. يعني نحسبوا لي شارج اللي مطبقين ليا على هذا لو مير هذا اللي هو هذا خصني نحسب لي شارج اللي مطبقين عليه بحال دابا مثلا هنا اف هادي اف خصني نزيد شنو هما لي شارج اللي كاينين ومطبقين على هذا لو مير هذا دونك اول حاجه عندنا ان فورس يعني رسمو الشكل ديال اللي هو هذا عندي ان فورس اللي هي هنا هابطه عندي ان سيغ شارج لي هنايا عندي لا تير ديالي هنايا لا تير هادي سوميل هدا المير هنا عندنا اف هادي كي دونك اول حاجة قبل ما نبدا ليكزيرسيس ديالي خصني نشوف هاد لو مير دو سوتينمون فاش غادي نطبق عليه هاديك ان فورس علاش غيدور ليا يعني شنو هو علاش غيدور واش غيدور ليا على هاد النقطة هادي اللي هي هادي ولا على هاد النقطة اللي هي هادي يعني واش غيدور على هادي ولا هادي بحالاش المهم نشرحو لكم امتى غادي يكون يعني تكون هادي هي البوان اللي غيدور عليها الميغ ديالنا وامتى يكون هذا هو البوان البوان عفوا اللي غيدور عليها الميغ ديالنا دونك الحالة الأولى غنشوفو امتى غادي يدور لينا هنا غيدور لينا هنا فاش غادي يكون مثلا هاد الميغ دو سوتين اللي عندنا هنا
ما عندوش اللي يزوم بهذا، يعني هذا مير دو سوتيرمون يعني بالحجر، وهذا بالبيتون ارم، يعني راه ما عندهمش شي علاقه بهذياتهم. دوك فاش غنطبق واحد انفورس اللي هي هذه، غندور هذيك راه يدور ليا المير دو سوتيرمون بوحدو، يعني غنخدم هذه هي البوان اللي غادي نركز عليها، يعني هذه هي النقطه دقيقه يدور عليها الشكل ديالي، هذه هي النقطه اللي غنخدم عليها. بالنسبه للحاله الثانيه، امتى غادي يدور ليا على هذه؟ غيدور على هذيك فاش هيكون هاد المير غنكون خدمته بالبيتون ارمي، وحتى هذا بالبيتون ارمي، وحنا عارفين بحال دابا هاد السومي بالبيتون ارمي، وهاد المير تا هو بالبيتون ارمي، راه فاش تنهبط ليه الحديد ديالو راه تيكون عنده لاتونت، يعني كاين لاتونت، دونك هذاك لاتونت شنو راه مشدود مع الحديد اللي كاين عاوتاني في هاد المير دو سندير بحال ديال البوطو مع لا سومي. دونك في هاد الحالة فاش غندور انا هنا، فاش غندير واحد انفورت هنا، غادي غندور انا راه غدور لي هاك لانه مشدود، ديك الساعة هادي هي البوان اللي غادي نخدم عليها، مفهوم؟ يعني هذا هو الفرق فاش تيكون يعني الاشكال بجوج يعني عندهم نفس الدوزاج، يعني نفس الماتيريو، يعني هذا بالبيتون ارمي هذا بالبيتون ارمي، راه ناخذ النقطة هي هادي، كان هذا بالموينو ولا بالبريك ولا باش ما كان، وهذا بالبيتون ارمي راه هادي هي النقطة اللي غنخدم عليها، لأن ما كاينش شي لا ليزون بيناتهم.